تسأل عن سهوها في التشهد، تقول أنا أسهو وأغفل في التشهد ثم أعيد قراءته مرة أخرى. إذا كانت سهت ويعني أضاعت بعض ما يقال في التشهد فأعادت فلا بأس بذلك. نعم. ولكن إذا كان هذا على وجه الشك والوسوسة التي يلقيها الشيطان فيجعله يعيد ويكرر فهذا لا يلتفت إليه وتمضي في صلاتها دون أن تعيد. جميل.